إن التسامح من أسباب الحياة السعيدة، فهو قيمة إنسانية عظيمة تراعي التنوع بين الناس. In Arabic, the word for tolerance means inclusiveness. I see the United Arab Emirates' commitment to that theme as an invitation. This is a global call. We need tolerance in our world today. So there are great moments when the Abrahamic traditions can come together, Muslims, Jews, and Christians. إذا شيء إننا نتفاخر فيه في دولة الإمارات فهو بالمقيم والمواطن. هذيل نحن المحظوظين أنهم يكونون يشاركونا في هذه الأرض وبهذه الهوية. التسامح واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، وإن سامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان بيسعفه إنسان بينساه؟ ما ينساه. وأن نسيه صديقة بيقول له ها نسيت هذا الإنسان اللي أسعفك بهذاك الوقت اللي كنت أنت تعبان، فلا بد أن يرجع إلى صواب، لا بد أن يرجع إلى صواب.